السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة بين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Para pemirsa, hadirin والحضرات hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para direktur pondok pesantren, para wali santri serta segenap kaum muslimin yang hadir pada kesempatan ini Alhamdulillah telah hadir di depan kita di studio Ibnu Abbas Ad-Doktur al ustadz Ad-Doktur Rashid Mansur Muhammad as sobahi Beliau adalah guru besar di Universitas Son'a Yaman yang saat ini tengah mengajar di Indonesia dan tinggal di Pondok Pesantren Ishkarima. Beliau adalah seorang alim dan seorang uh, salah satu anggota dari majelis ulama Yaman. Disertasi beliau berjudul khasais wa Asalib Al-Qur'an Manhaj Al-Qur'ani fi ardi Adillati Tauhid ya. Karakteristik uh, pengenalan atau penyampaian tauhid manhaj Al-Qur'an dalam penyampaian tauhid. Insyaallah pada kesempatan ini selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat penting yaitu kaifa na'ishu ma'al Quran. Bagaimana kita hidup dalam Al-Qur'an? Bagaimana kaifa na'ishu usratana ma'al Quranil Karim? Bagaimana keluarga kita bisa hidup bersama Al-Qur'an? Kaifa ya'ishu mujtama'una bil Quranil Karim? Bagaimana masyarakat kita bisa hidup dengan Al-Qur'an Al-Karim? Dan insyaallah kita akan memberikan kesempatan beliau dan saya akan menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian wa ala fadilati syekh falyatafaddal mashkuran ma'jura wal nastami' ilaihi mashkurina ma'jurin. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد احبابنا في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام نحن المسلمون ولله الحمد انعم الله علينا بنعمه القران الكريم بعد نعمه الايمان والاسلام وبالامس عندما حضرت ليلا حفل تخرج بعض الدفعات من طلابنا في معهد ابن عباس حمدت الله كثيرا على هذه النعمه واستحضرت هؤلاء الشباب الصغار والفتيات الشابات منهم من يحفظ القران كله ومنهم من يحفظ نصفه او اقل او اكثر وقارنت هذا بالرهبان والأحبار وغيرهم من رجال الدين اليهودي أو النصراني الذين بلغ عمر بعضهم سبعين سنة أو ثمانين سنة ولا يحفظ التوراة ولا يحفظ الإنجيل وهذه الأمة المباركة كنتم خير أمة أخرجت للناس أكرم الله أبناءها بحفظ القرآن الكريم وهو في سن الخامسة عشرة أو أقل أو أكثر أليست هذه نعمة تستحق أن نحمد الله تعالى عليها أن اختصنا بها فهنيئا لكم أولادكم هؤلاء وأسأل الله تعالى أن يجعلهم قرة عين لآبائهم وأن يجعلهم من خير أبناء إندونيسيا الذين يرفعونها في العالم كله موضوعنا كيف نعيش مع القران الكريم لماذا هذا الموضوع لماذا نطرقه لعده امور اولا لقله الذين يعيشون مع القران الكريم اهل القران مقارنه بغيرهم ستجدون انهم قليلون جدا في اندونيسيا او غيرها هناك من يعيش للرياضه ويعيشوا للتجاره ويعيشوا للافلام او المسلسلات التلفزيونيه ويعيشون للحياه الدنيا ونحتاج الذين يعيشون للقران الكريم حتى لا نكون من الذين صارت الدنيا اكبر همهم او مبلغ علمهم او غايه رغبتهم ثانيا نطرح هذا الموضوع كيف نعيش مع القران للسبب الثاني لان العيش مع القران الكريم معناه صدقه جاريه لنا بعد موتنا عندما نساهم في بناء معهد شرعي او مركز قراني او كفاله حلقه قرانيه او تعليم لغيرنا سنجمع الفائده الثانيه او ولد صالح يدعو له طلابنا أهل القرآن مراكزهم هي صدقة جارية لنا وحفظهم معناه سيكونون صالحين غالبا حتى وإن فتنا بعضهم بالحياة الدنيا لكن الله يرده في آخر عمره ببركة القرآن الكريم فلا خوف عليهم أيضا كما أنه صدقة جارية وعلم ينتفع به أي القرآن الكريم فهو كذلك خير لنا بعد مماتنا ما العيش مع القران الكريم يحقق لنا الحياه الاسلاميه الصحيحه قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وهل هناك عمل صالح بعد الصلوات الخمس اعظم من العيش مع القرآن الكريم. أيضا ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من يعرض عن القرآن الكريم تطبيقا وعملا فإنه قد لا يسعد في حياته كما يحب الله تعالى ان يكون لخلقه اجمعين. العيش مع القرآن الكريم يحقق لنا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه خيركم من تعلم القران وعلمه هذا من خير الناس وايضا في الحديث الاخر لا حسد الا في اثنتين منهم رجل اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار هو مشغول بمراجعته بحفظه بتدبره بقراءه تفسير اياته هذا الذي نتمنى ان نكون مثله لا حسد اي لا غبطه اي لا تتمنى ان تكون مثل احد من الناس الا مثل اهل القران لان له بكل حرف عشر حسنات وهذا يا اخواني الكرام المشاهدين والمشاهدات هذا ليس لمن قرأ التوراه الحرف بعشر حسنات وليس لمن حفظها هذا ليس لمن عاش مع الإنجيل أين زبور داود عليه السلام أين صحف موسى وإبراهيم عليهما سلام الله إن الله تعالى أكرم هذه الأمة بقوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نعم تكفل الله تعالى بحفظ القرآن في الصدور وفي السطور حفظ في صدور ابنائنا وحفظ في سطور صحائفنا فهو مكتوب ومحفوظ بحفظ الله الى قيام الساعه ومن حفظ القران حفظه الله في الدنيا والاخره ترجمه ولنا شيخ تفضل <applause> Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat yang sangat besar ketika memberikan kita karunia nikmat Al-Quran. Inilah nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman dan Islam. Tadi malam saya baru hadir menyaksikan dan ikut memberikan tausiah dalam wisuda santri Ma'ahat Ibnu Abbas. Saya membandingkan para remaja, para pemuda yang masih sangat muda, sangat belia, tetapi mereka telah menghafal Al-Quran. Ada yang menyelesaikan hafalannya, ada yang baru menghafal setengah aja dan seterusnya. Saya membandingkan mereka dengan para pendeta-pendeta, para pemuka-pemuka tua, pemuka-pemuka senior dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka dalam seusia itu tidak mampu menghafal Taurat. Artinya, menghafal Al-Quran merupakan salah satu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. 15 tahun mereka sudah bisa hafal Al-Quran di mana saat usia puluhan tahun orang-orang pemuka agama Yahudi dan Nasrani tidak mampu menghafal Injil dan Taurat mereka. Kenapa kita penting untuk hidup bersama Al-Quran? Pertama, karena betapa sedikitnya orang yang hidup bersama Al-Quran. Orang ada yang memilih untuk hidup sebagai olahragawan, ada yang hidup untuk dunia, ada yang hidup untuk TV, untuk game online, dan seterusnya. Sementara orang yang memilih hidup bersama Al-Quran itu sangat sedikit. Kemudian, yang kedua, penting untuk memperhatikan bagaimana kita merancang hidup bersama Al-Quran, sebab hidup bersama Al-Quran adalah sedekah yang terus menerus mengalir, akan memberikan berkah kepada anak tersebut dan juga kepada keluarga. Walaupun pada akhirnya anak tersebut besar, dia akan menghadapi berbagai macam godaan dan cobaan dan kadang-kadang melenceng dari jalan kebenaran, tapi pada akhirnya dia akan kembali Al-Quran yang akan menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, hidup bersama Al-Quran akan mewujudkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang toyib, yang dari situ akan muncul berbagai nikmat lainnya. Hidup bersama Al-Quran adalah hidup yang paling agung dan menjauh dari Al-Quran akan menyebabkan berbagai macam kegelisahan dalam kehidupan. Yang berikutnya, hidup bersama Al-Quran menjadikan kita orang yang terbaik, sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan Rasulullah menyatakan jangan sampai iri jangan sampai kita mengharapkan nikmat dari orang lain kecuali dari seseorang yang dia saatnya hidupnya waktunya habis untuk Al-Qur'an baik dengan membaca Al-Qur'an tafsir Al-Qur'an tadabbur Al-Qur'an dan seterusnya. Ini sesungguhnya cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an di mana Allah memudahkan untuk menghafal Al-Qur'an, Allah menjaga Al-Qur'an itu di dalam hati dan juga di dalam kitab yang tertulis secara rapi semua itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang besar yang patut untuk kita syukuri. وبعد هذا المحور الأول وهو لماذا نضع موضوعنا كيف نعيش مع القرآن الكريم أتحدث معكم عن المحور الثاني من موضوعنا كيف نعيش مع القرآن وهو كيف عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم؟ وهل كان يجد وقتا للعيش مع القرآن؟ وهو الذي امر بالتبليغ والدعوه، وهو الذي يقوم بفض النزاعات بين الناس، وهو الذي يذهب للجهاد في سبيل الله، وهو الذي معه عده زوجات ومعه عده بنيات، وهو الذي قد شغل بتلقي الوحي من جبريل عليه السلام وهو الذي يقوم الليل وهو الذي يسافر النهار وهو الذي يام الناس في صلاتهم هل وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا للعيش مع القران لان من الناس في زماننا من يتعلل ويبرر لنفسه ضعف عيشه مع القران بكثره الاعمال والمشاغل ولن تكون اكثر شغلا من النبي صلى الله عليه وسلم عاش النبي عليه الصلاه والسلام مع القران الكريم بعده صور. كان يقرا القران في الصلوات الخمس في الفرائض والنوافل ويطيل في قيام الليل. كان عليه الصلاه والسلام عند استيقاظه يقرا العشر الايات الاخيره من سوره ال عمران ان في خلق السماوات والارض. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقوم به ادنى من ثلثي الليل اي ما يقارب خمس ساعات او ست ساعات ونصفه اي حوالي اربع ساعات او اكثر قليلا وثلثه اي ما لا يقل عن ساعتين كان صلى الله عليه وسلم يقرا القران على كل احيانه كما جاء في الروايات كان النبي عليه الصلاه والسلام يعيش مع القرآن الكريم في خطبة الجمعة فيستشهد به في خطبه ووعظه للصحابة الكرام عاش مع القرآن الكريم في أذكار الصباح والمساء عاش مع القرآن الكريم في مجالس الإيمان مع جبريل عليه السلام وهو يتلقى الوحي طوال العام ثم عاش معه في ليالي رمضان في كل ليله من ليالي رمضان وهو يعيش مع القرآن الكريم. ثم عاش معه في اعتكاف العشر الاواخر من رمضان وعاش معه في اعتكاف العشرين الاخيره من اخر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاشه في هذه الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام عاش مع القرآن الكريم كذلك ان كان مرهقا او مشغولا او لا يستطيع ان يقرا لحال معين فيعيش مع القران بطلب سماعه من الصحابه تاره يقول لابن مسعود رضي الله عنه اقرا علي فيتعجب ابن مسعود ويقول يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري اذا لا تقل انك مشغول عن تلاوة القرآن لأن بإمكانك أن تفتح القرآن وأنت فوق السيارة وأن تضع سماعات الأذن وأنت فوق المتر يمكنك أن تعيش مع القرآن أو هي وهي تعمل في المطبخ وهي تقوم بتنظيف المنزل وهي تقوم بغسل الملابس تفتح القرآن في البيت كله لتعيش مع القرآن الكريم العيش مع القرآن الكريم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تُرجم في اشياء كثيرة في حياته كان احيانا يقرا القران وهو راكب على دابته اثناء السفر مما يحفظ من القران وكان عليه الصلاه والسلام كذلك كما روي عن عبد الله بن مغفل فيما اخرجه البخاري قال رايت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقرا على ناقته او جمله وهي تسير به وهو يقرا سوره الفتح وكان صلى الله عليه وسلم يتخلق باخلاق القران اي يعيش مع القران عملا وليس تلاوه فقط حتى ان عائشه رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاه والسلام قالت الستم تقرؤون القران قالوا نعم او بلى قالت كان خلقه القران يعني عندما تقرا انت التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين عندما تقرا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل لهذه الآيات في حياته ويطبقها وكان عليه الصلاة والسلام خير مثال للناس في العيش مع القرآن الكريم Kemudian poin yang berikutnya adalah bagaimanakah cara kita hidup bersama القرآن? Pertama kita ingin melihat teladan dari kehidupan Rasulullah. Apakah Rasulullah mempunyai waktu untuk hidup bersama Al-Quran? Kan beliau sangat sibuk. Kan beliau sibuk berdakwah, memiliki beberapa istri, menerima wahyu, jihad, dan banyak sekali urusan-urusan. Kan beliau sangat sibuk. Seperti alasan banyak diantara kita yang menyatakan saya tidak bisa hidup bersama Al-Qur'an karena saya sangat sibuk. Bagaimanapun kesibukan kita tidak akan pernah kita akan sesibuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam padahal beliau terbukti mampu untuk hadir hidup bersama Al-Qur'an dalam setiap waktunya. Bagaimana caranya? Pertama, beliau selalu membaca Al-Qur'an dalam salat-salat fardu dan salat-salat nawafil. Bahkan ketika qiyamul lail beliau memanjangkannya. Beliau sholat sepanjang malam, atau sholat setengah malam, atau sholat sepertiga malam yang tidak kurang dari dua jam. Berikutnya, beliau membaca Al-Quran pada saat khutbah Jumat, mengutip ayat-ayat dalam khutbah beliau, kemudian beliau hidup bersama Al-Quran dalam azkar, zikir-zikir, pagi, dan sore hari. Beliau hidup bersama Al-Quran dalam majelis iman bersama Malaikat Jibril alaihi salam saat beliau menerima wahyu maupun ketika beliau menyetorkan hafalan kepada Malaikat Jibril. Juga Nabi Muhammad SAW hidup bersama Al-Quran ketika iktikaf saat 10 hari terakhir dan 20 hari terakhir di penghujung kehidupan beliau. Kemudian ketika beliau dalam keadaan capek, susah, uh, dalam keadaan lelah, Beliau dalam keadaan sibuk. Yang beliau lakukan, apa? Beliau minta kepada salah seorang sahabat untuk membacakan, dan beliau mendengarkan. Sampai-sampai ibnu Mas'ud heran bagaimana saya membacakan kepadamu, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Tetapi beliau melakukan itu. Nah, saat ini kita bisa ikut. Bisa terus mendengarkan Al-Quran kapan dan di mana saja. Saat kita berada di mobil, kita bisa membuka HP, membuka Al-Quran untuk baca, atau saat kita naik kendaraan, ya, naik motor, kita bisa mendengarkan headset, mendengarkan tilawah Al-Quran. Saat kita berada di dapur, saat sedang mencuci pakaian, kita bisa mendengarkan tilawah Al-Quran. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Saat beliau di atas kendaraan, beliau membaca Al-Quran saat beliau di atas unta seperti riwayat uh, Imam Al-Bukhari beliau membaca surat Al-Fatih kemudian selain itu beliau mengamalkan Al-Quran mewujudkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan beliau beliau ketika ditanya bagaimanakah ke akhlak Rasulullah akhlak Rasulullah adalah Al-Quran misalnya ketika kita membaca ayat at ibun yaitu orang-orang yang bertobat al abidun orang-orang yang berhamba beribadah kepada Allah al hamidun orang-orang yang sering memuji Allah subhanahu wa taala dan seterusnya hingga akhir ayat berikutnya dalam ayat wa basyiril mu'minin Kemudian dalam ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun dan seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirkan makna-makna ayat dalam rangkaian ayat-ayat Allah tersebut dalam kehidupan beliau secara langsung. Maka beliau membaca Al-Quran juga menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan beliau. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'ishu ma'al Qur'ani بكل مشاعره masyairihi wa وتدبره wa tafkirihi wa tadabburih. النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه في عيشه مع القرآن الكريم عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا اي يقرئهم وهم جلوس في المسجد يقرئهم اذا جلس معهم تحت شجره يعلمهم ويحفظهم اذا كان مسافرا معهم يعلمهم على كل حال اي في الليل والنهار لقد كان القران الكريم هو شغله الشاغل صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وعاش مع القران في الدعوه الى الله بكلام الله كما روي يعني عن الطفيل بن عمرو الدوسي جاء الى مكه وبدا يطوف حول الكعبه وقد حذره كفار قريش من سماع النبي محمد عليه الصلاه والسلام لان كلام رسول الله يفرق بين المرء وزوجه والاب وابنه فحذروه وانما هو القران الكريم قال فابى الله الا ان يسمعني اي أيوة وانا اطوف فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يقرا عليه شيئا من القران فقرا عليه صلى الله عليه وسلم فما انتهى من قراءته الا واعلن الرجل اسلامه لأن القرآن الكريم هو خير كلام ندعو به خلق الله إلى دين الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقعد بنفسه في حلقات القرآن وينظمها ويدعو الصحابة للاجتماع على حلقات القرآن الكريم. أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في حلقة من الانصار اي حلقة قرآن وإن بعضنا ليستتر ببعض من العري اي ليس معنا ملابس كافيه بعضنا يقف خلف الاخر وقارئ لنا يقرأ علينا فنحن نسمع الى كتاب الله اي يجلسون لسماع الكتاب كلام الله إذ وقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جاء ووقف وهم جلوس يستمعون القرآن وقعد فينا فكف القارئ أي عن التلاوة توقف فقال عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون قلنا يا رسول الله كان قارئ لنا يقرأ علينا كتاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا وحلق بها اي اشار اليهم ان تكونوا على هيئه الحلقه اجلسوا على هيئه حلقه ولا تبقوا متفرقين فاستدارت الحلقه كان عليه الصلاه والسلام يحث اصحابه على انشاء حلقات القران لهم ولاولادهم في البيوت والمساجد ويقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وفي رواية في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كان عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحديث الذي رواه مسلم كان يقول عن حلقات القرآن أو المساجد التي فيها حلقات القرآن إنما هي لذك إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن الكريم إذا هو يدعون لإحياء المساجد بالقرآن الكريم وعمارتها بكلام الله لا نستفيد من عمارة المساجد بالأحجار دون أن نبنيها بالريال دون أن نبنيها بالحافظات المتدينات خرج ذات مره عليه الصلاه والسلام خرج ذات مره الى المسجد فيما اخرجه صاحب مسند الربيع عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله عليه الصلاه والسلام ذات يوم الى مسجد فوجد اصحابه جماعات يتذاكرون فنون العلم يتدارسون الحديث والايمان او العقيده وغير ذلك فأول حلقة وقف عليها وجدهم يقرؤون القرآن وجلس إليهم فقال بهذا أرسلني ربي وكان يقول عليه الصلاة والسلام تعلموا القرآن واقتنوه أي اجعلوه في بيوتكم خذوا المصاحف إلى منازلكم ونحن بإمكاننا أن نقتني القرآن عبر السيديهات واليو اس بي والانترنت ومقاطع اليوتيوب لقد يسر الله لنا القرآن كثيرا فوصل إلينا بسهولة ولله الحمد والمنة وكان يقول عليه الصلاة والسلام وتغنوا به أي جودوا أصواتكم اجعلوها جميلة بالقرآن الكريم وزينوها أثناء التلاوة Kemudian <applause> Rasulullah SAW Alaihi Wasallam hidup bersama Al-Quran dengan segenap perasaan beliau, dengan segenap pemikiran beliau, dan dengan seluruh waktu beliau. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata bercerita sesungguhnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengajarkan kami Al-Quran pada segala keadaan selama beliau tidak dalam keadaan junub. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada kami di masjid, ketika di bawah pohon, siang hari, malam hari, ketika safar. Al-Quran menjadi kesibukan beliau setiap waktu. Dalam kisah Tufail bin Amr ad-Dawsi, waktu sahabat Tufail bin Amr datang ke Mekah, orang-orang Quraisy itu mengingatkan jangan sampai dekat-dekat dengan Muhammad karena kata-kata Muhammad itu dapat memisahkan antara suami dengan istrinya antara bapak dan anaknya karena ucapan-ucapannya itu yang memiliki kekuatan. Ketika Tufail bin Amar mencoba mendekati, ternyata dia mendengarkan kata-kata Rasulullah dan memang kata-katanya itu adalah kata-kata yang luar biasa dan tidak lain kata-kata itu adalah kata-kata Al-Quran yang memiliki pengaruh besar dalam jiwa. Kemudian Rasulullah juga duduk sendiri membaca Al-Qur'an dan beliau juga mengatur halaqah Al-Qur'an. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati para sahabat membaca Al-Qur'an dan salah seorang di antara mereka ada yang membaca sementara yang lain mendengarkan dan mereka saling uh, apa namanya bersembunyi di belakang yang lain karena ada di antara mereka yang pakaiannya tidak cukup untuk menutup tubuhnya. Sehingga Rasulullah pun kemudian datang lalu para sahabat diam untuk menghormati Rasulullah. Kenapa diam? Ya kami membaca Al-Quran engkau datang ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan isyarat seperti ini artinya tetap lanjutkan dan buat halakah kalian dengan melingkar. Jadi memang halakah dengan sistem melingkar itu sejak zaman Rasulullah dan jangan terpecah-pecah, terpisah-pisah. Kemudian halakah Al-Quran, lingkaran-lingkaran Al-Quran ini untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan masjid. Masjid itu hadir untuk menghidupkan Al-Quran dan sesungguhnya cara memakmurkan masjid bukan dengan batu-batunya, bukan dengan menghiasinya, tetapi dengan orang-orang yang memakmurkannya la la bil walakin birrijal bukan dengan batu-batu tapi dengan orang-orang yang datang memakmurkan masjid tersebut. Kemudian beliau satu ketika datang ke masjid dan mendapati ada beberapa kelompok ya, kelompok sahabat yang berkumpul. Ada yang berzikir, ada yang membaca Al-Qur'an, ada yang uh, lainnya. Beliau datang ke halakoh Al-Quran itu kemudian beliau berkata, "Untuk inilah aku diutus." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, "Pelajari Al-Quran dan simpanlah, bawalah Al-Quran itu di rumah kalian." Kalau sekarang kita bisa menghidupkan Al-Quran di rumah kita melalui CD, melalui USB, melalui komputer, laptop, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghidupkan Al-Qur'an di rumah kita Dan itu memang dianjurkan oleh Rasulullah sehingga hidup kita, rumah kita benar-benar menjadi rumah yang penuh nuansa Al-Qur'an Laqad kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Yad'u sahabata liljulusi ma'a mutqiniyi tilawati Al-Qur'an al-Karim Walistifadi min awqatihim فكان يقول خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود ومعاذ ابن جبل وأبي ابن كعب وسالم مولى حذيفة كما جاء في الحديث المتفق عليه وكان يعلم الصحابة مقدار الورد اليومي للحفظ والتعلم فكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم حفظ القرآن خمسا خمسا أو عشرا عشرا أي خمسا في الصباح وخمسا في المساء أو عشرا في الصباح وعشرا في المساء ليتعلموا ما فيها من العلم والعمل وكان عليه الصلاة والسلام يقول من قام بعشر آيات كما أخرجه أبو داود من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين أي الذين يقفون طويلا لله في العبادة ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين أي الذين يجمعون الحسنات يوم القيامة أمثال الجبال كان صلى الله عليه وسلم له ورد يومي من التلاوة مع أنه يحفظ القرآن ومشغول بالدعوة والجهاد وتربية الامه الاسلاميه الا انه كان لا يترك ورده التلاوه من القران الكريم كما روي عن اوس بن حذيفه فيما اخرجه الطبراني قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتينا فيحدثنا بعد عشاء الاخره حتى يراوح بين قدميه من طول القيام ان يعظهم ويوصيهم بعد صلاه العشاء ويتعب من شده او طول الوقوف قال فاحتبس عنا ليله من الوقت الذي كان ياتينا فيه اي تاخر لم يخرج بعد صلاه العشاء الينا ثم اتانا فقلنا يا رسول الله احتبست عنا الليله فقال صلى الله عليه وسلم انه طرا علي حزبي من القران واني لا اوثر عليه شيئا قفوا معي اخواني المستمعين اخواتي المستمعات عند هذه العباره واني لا اوثر عليه شيئا اي مهما كنت مشغولا لا اترك تلاوه القران ابدا كل يوم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم سئل يقول الراوي فلما اصبحنا سالنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احزاب القران كيف يحزبونه؟ اي كيف كنتم تقرؤون القران؟ قال فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع الى اخره اي نقراه فنختمه كل اسبوع في اليوم الاول نقرا الثلاث السور الاولى البقره وال عمران والنساء في اليوم الثاني نقرا الخمسه التي بعدها في اليوم الثالث نقرا السبع وفي اخر يوم قال وحزب المفصل اي نقرا من الحجرات الى الناس او من سوره قاف الى الناس بمعنى انهم يقرؤون في اليوم حوالي سته اجزاء او خمسه اجزاء هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وعاش الصحابه الكرام مع القران الكريم بل كان يامرهم بمراجعته ويقول فيما اخرجه البخاري تعاهدوا القران اي راجعوه دائما فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفلتا من الابل في عقلها وكان يرسل بعض الصحابه بالقران ليقرؤوه على الناس كما فعل مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه عندما ارسله الى الناس يوم الحج بسوره براءه وكما فعل صلى الله عليه وسلم مع غيره من الصحابه الكرام لقد بلغ عيش النبي عليه الصلاه والسلام مع القران الى درجه انه اثناء دفن الصحابه يسال من كان اكثرهم حفظا فيدفنه قبل غيره كان عليه الصلاه والسلام يجعل القران سببا لاقتران الشاب بالشابه بزواج اسلامي روي عنه انه ذات مره فيما اخرجه الترمذي عن انس بن مالك سال رجلا اي رسول الله سال رجلا من صحابته قال له هل تزوجت؟ قال لا وليس عندي ما اتزوج به اي ليس معي مال قال اليس معك قل هو الله احد قال الرجل بلى قال رسول الله عليه الصلاه والسلام ربع القران وجاء في روايه ثلث القران اي معك ثلث القران ثم قال اليس معك قل يا ايها الكافرون قال بلى قال ربع القران اليس معك اذا جاء نصر الله قال بلى قال ربع القران اليس معك اية الكرسي؟ قال بلى، قال ربع القران، ثم قال له: تزوج تزوج تزوج. اي ما دمت تحفظ هذه الايات معك خير كبير. فكيف بمن يحفظ نصف القران او القران كله؟ سييسر الله له زوجه صالحه وسيبلغه الله امانيه. اخرج مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي عندما جاءت امراه الى رسول الله وقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك. قال عليه الصلاه والسلام لا حاجه لي بك انا لا اريد ان اتزوج. فقال الصحابي يا رسول الله هبها لي اذا كنت لا تريدها. فقال النبي عليه الصلاه والسلام هل معك شيء؟ قال يا رسول الله ليس معي شيء. ثم قال هل معك شيء من القران؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها اياك او ملكتها لك بما معك من القران اي انه كان ييسر للشباب الزواج بما عندهم من القران الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وفي روايه انه قال له واذا رزقك الله عوضتها اي اعطها مالا اذا كان عليه الصلاه والسلام يعيش مع القران فيرسل الحفاظ الى القبائل الاخرى ليقرأوا عليهم القرآن ويعلموهم كلام الله عز وجل كما جاء في كثير من الروايات وحتى لا نطيل عليكم نكتفي بذكر عيش النبي عليه الصلاه والسلام مع القرآن لاختم الحديث حول هذا الموضوع بالمحور الثالث وهو كيف نعيش مع القرآن في زماننا Kemudian Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk duduk bersama orang-orang yang itkon, yang ahli membaca Al-Quran dan jumlah mereka ada empat orang. Yang paling masyhur yaitu Ibnu Ummi ab, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Berikutnya sahabat Mu'adh bin Jabal, Ubay bin Kaab dan Salim Maula bin Hudayfa. Berikutnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam memiliki bacaan harian. Beliau mengajarkan para sahabat dulu bagaimana cara menghafal Al-Quran. Yaitu mengajarkan mereka untuk menghafal lima-lima ayat atau sepuluh-sepuluh ayat. Yaitu lima pagi hari dan lima sore hari atau sepuluh pagi hari, sepuluh ayat pagi hari dan sepuluh ayat pada sore hari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapa yang sholat dengan 10 ayat ya qiyamul lail dengan 10 ayat tidak akan ditulis sebagai orang yang lail yang lalai. Siapa yang qiyamul lail dengan 100 ayat dia akan terhitung sebagai qonitin orang yang berhambak dan uh, ber memiliki amalan yang ibadah yang banyak kepada Allah dan siapa yang qiyamul lail dengan 100 uh, dengan 1000 ayat maka dia termasuk mukantari yaitu orang yang memiliki kebaikan seperti gunung di hari kiamat beliau sendiri memiliki bacaan rutin harian yang tidak pernah beliau tinggalkan dalam keadaan apapun. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa datang kepada para sahabat setelah isya, berbincang dengan mereka, memberikan mereka nasihat sambil beliau berdiri, bahkan sampai beliau lelah saking terlalu lama berdirinya ketika beliau memberikan nasihat kepada para sahabat. Satu ketika Rasulullah tidak datang, sehingga para sahabat bertanya-tanya, kemudian Rasulullah akhirnya datang. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu terlambat atau tidak datang sebagaimana biasa?" Rasulullah menyatakan, "Saya lagi menyelesaikan bacaan saya hari ini, dan saya tidak akan pernah meninggalkan." bacaan ini dalam keadaan apapun saya tidak akan mengutamakan apapun daripada bacaan ini artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkan bacaan beliau dalam keadaan apapun nah bagaimana cara Rasulullah dan para sahabat membagi bacaan harian mereka ada beberapa riwayat diantaranya yaitu dengan hitungan 3, 5, 7, 9 dan mufassal maksudnya pada hari pertama membaca tiga ayat yaitu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, kemudian hari kedua membaca 5 ayat berikut lima surat berikutnya, berikutnya hari ketiga membaca 7 surat berikutnya, berikutnya adalah 9 surat berikutnya, lalu dilanjutkan dengan surat Al-Mufassal. Jadi wirid para sahabat itu sekitar 5 sampai 6 juz per hari. Kemudian Rasulullah juga sangat menganjurkan untuk mengulangi hafalan. Beliau menyatakan bahwa jaga betul hafalan ini karena sesungguhnya Al-Quran itu hafalan Al-Quran itu mudah hilang atau mudah lepas lebih cepat daripada unta yang terikat. Kemudian Rasulullah sering mengutus para sahabat dalam momen-momen penting untuk mengejarkan Al-Quran kepada masyarakat. Contohnya sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan surat baraah ketika waktu haji atau musim haji. Bahkan beliau mengutamakan orang-orang yang hafal Al-Qur'an dibanding dengan yang tidak sampai pada waktu matinya sekalipun. Ketika ada orang yang meninggal dan akan dikuburkan, maka yang dikuburkan terlebih dahulu adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Ada seorang sahabat radhiyallahu an Rasulullah bertanya, "Sudah menikah?" Dia bilang belum. Lah, kenapa belum? Karena tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Rasulullah bertanya, bukankah kamu hafal kul huwallahu ahad? Ya Rasulullah, rubuul Quran, kul huwallahu ahad itu seperempat Al Quran dalam riwayat lain sepertiga Al Quran. Bukankah kamu hafal surat Al Kafirun? Ya ya Rasulullah, seperempat Al Quran. Hafal surat ja'na Rasulullah Al-Fatih, ya ya Rasulullah seperempat Al-Quran. Bukankah kamu hafal ayat kursi, ya ya Rasulullah seperempat Al-Quran. Nikah nikah nikah. Artinya apa? Rasulullah itu menganggap bahwa orang yang hafal Al-Quran bahkan surat-surat pendek itu memiliki harta kekayaan, memiliki kemampuan yang sangat besar. Bagaimana dengan yang hafal setengah Al-Quran Bagaimana yang hafal dengan Al-Quran Seluruhnya Tentu akan ada banyak kemudahan Yang akan dia dapatkan Dan Allah akan menyampaikan maksudnya Dengan sebaik-baiknya Salah seorang sahabat ya, Suatu ketika Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku siap untuk engkau nikahi Rasulullah bilang Saya belum pengen menikah Akhirnya ada seorang sahabat berdiri Ya Rasulullah nikahkanlah perempuan ini denganku. Maka Rasulullah bertanya, "Kamu punya sesuatu?" Tidak ya Rasulullah. "Kamu punya Al-Qur'an?" "Iya, saya punya hafalan Al-Qur'an." "Kalau begitu, saya nikahkan engkau dengan Al-Qur'an yang engkau miliki." Nah, kemudian ada lanjutan hadisnya, "Nanti kalau kamu sudah punya anak, berilah istrimu itu harta." Kemudian Rasulullah mengirimkan para sahabat juga ke beberapa kabilah untuk mengajarkan mereka Al-Qur'an. Artinya apa? Rasulullah memberikan perhatian yang sangat besar dalam hal Al-Qur'an ini. Nah, pertanyaan yang ketiga yang ingin kita jawab pada kesempatan ini bagaimana kita hidup bersama Al-Qur'an pada zaman ini. Fadhal Syekh Menektimu maudu'ana dengan bayan al fi zamanina. Awalan بالجلوس مع اهل القران والتعلم على ايديهم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كما جاء في روايه عند الطبراني وضعفها الالباني وقال هي حسنه عند البعض الاخر اي هي بين التحسين والتضعيف انه قال اي رسول الله في خطبته ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم لماذا يوجد عند بعض الناس قران وعلم شرعي ثم لا يعلمون الجيران ولا يعلمونهم ولا يفط ولا يعظونهم اي لا يوصونهم لا ينصحونهم ولا يامرونهم اي بالمعروف ولا ينهونهم اي عن المنكر وما بال اقوام لا يتعلمون من جيرانهم العبارة الأولى ينكر فيها على أهل القرآن الذين يتكاسلون عن تعليم الجيران وتفهيم الآخرين والعبارة الثانية هو ما بال أقوام قال لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون أي لا يأتون إلى أهل القرآن ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والله ليعلمن أقوام جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر أو لأعاجلنهم العقوبة أي ستنزل عقوبة من الله على أهل القرآن إذا قصروا في تعليم الآخرين وعقوبة من الله على المجتمع إذا لم يستفد من أهل القرآن هم يعيشون بينهم إذا أولا نعيش مع القرآن بالجلوس مع أهل القرآن في حلقات التعليم ثانيا نعيش مع القرآن الكريم كما جاء في كثير من الروايات بدوام تلاوته ان كنا نستطيع تلاوته كله جزءا واحدا في اليوم وان كنت لا تستطيع فداوم على تلاوه جزء عم او ما تحفظه من السور كما ذكرنا لكم ربع القران ثلث القران المهم عش مع القران الكريم اوقاتا معينه ثالثا بحفظه ان استطعنا فان عجزنا فلنحفظ اولادنا وبنياتنا. رابعا بمراجعته ان حفظنا او بدانا في حفظه. خامسا بتاديه حق تلاوته ومعنى تاديه حق تلاوته قيل اذا قرانا ايه عن الجنه سالنا الله الجنه. واذا قرانا ايه عن النار تعوذنا بالله من النار. وقيل بالعمل به تأدية حق تلاوته اي بالعمل به والايمان بمتشابهه. سادسا بالانصات والتدبر لاياته عند سماعه وانت تسافر وانت تجلس في البيت تنتظر اعداد الطعام عش سماعا للقران الكريم. سابعا بالخشوع له وتعظيمه عند تلاوته من الاخرين او عندما نسمعه من التلفاز او مقطع يوتيوب او من الانترنت كن معظما للقران لا تتحدث اثناء فتح القران الكريم من المسجل او الهاتف ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ثم نعيش مع القران الكريم كذلك باستحضار حقائق اياته عندما نتلوها عندما تتكلم الايات عن الجنه عن النار نتخيل الجنه نتخيل النار كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ونعيش مع القران الكريم كذلك بالعمل به والاستجابه لاوامره والحذر من نواهيه عندما تقرا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم هل انا من الذين يغضون ابصارهم؟ عندما تقرا والذين هم عن اللغو معرضون هل انا من الذين هم عن اللغو اي ما لا فائده فيه في الدنيا معرضون؟ من الكلام ومن المرئيات من المسموعات كل ما لا فائده فيه عندما تقرا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هل انا من الذين يخشعون في صلاتهم؟ تطبق الايات تنزلها على نفسك ثم تعيش مع القران الكريم بالتخلق باخلاقه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هل انا من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ عيش مع القران الكريم في حياتك. تعيش مع القران الكريم بخدمته والانشغال به اكثر من غيره، لا تجعله في اخر اهتماماتك. اجعله في اول اهتماماتك. اين انا من القران؟ اين اولادي؟ اين زوجتي؟ نعيش مع القران الكريم بالحاق اولادنا وبناتنا في مدارس القران ومعاهده. في حلقات القرآن فإن عجزنا عن تكاليف ذلك لن نعجز عن تعليمهم القرآن في البيت لن تعجز نعيش معه بنشر حلقاته وتوسيعها في الحارات والمساجد لا نريد ان تبقى حاره في اندونيسيا الا وفيها معلم قرآن كريم في كل حاره وشعب اندونيسيا هو شعب القرآن لم نجد شعبا يحب القران ويبذل في سبيله الاموال مثل شعب اندونيسيا اكرمه الله بهذه النعمه امه القران قوله تعالى بلده طيبه ورب غفور نزلت في اهل اليمن لكننا نرى واقعها في اهل اندونيسيا في انفاقهم على القران وتعظيمهم للقران ولاهل القران اذا الحق اولادك اذا حرمت حفظ القران لا تحرم ولدك هل تعلم انه اذا علمته سوره الفاتحه لك اجرها كلما تلاها في صلاته؟ اذا لا تحرم نفسك هذا الخير. نعيش مع القران بمعرفه معاني اياته وتفسيرها، اقرا كتاب تفسير، اطلب من متعلم لديك ان تعقد معه حلقه تفسير ولو يومين في الاسبوع ثم باحياء بيوتنا مع اولادنا ونسائنا بعقد مجالس القران في البيت عندما نجتمع مع الزوجه والاولاد لا تجعل اجتماعك معهم دائما اجتماع طعام او اجتماع تلفاز فقط او اجتماع سياحه ورحله هذه مجالس لا باس بها لكن هل هناك مجالس الايمان مع زوجتك واولادك واخواتك وامك وابيك ثم نعيش مع القران باقامه الانشطه والفعاليات التي تربط الناس بالقران مسابقات ندوات اسابيع قرانيه محاضرات معارض قرانيه ثم نعيش مع القران بتكريم اهله القائمين على تعليمه المدرسين الطلاب الاداريين المشايخ الدعاه اقترب منهم لعل الله عز وجل أن يرحمك بالقرب من هؤلاء الصالحين أو بدعوة صالحة منهم ثم بدعم حلقاته ومراكزه وأنشطته ماديا ومعنويا بالمال بجاهك إذا كنت مسؤولا كبيرا في الدولة إذا كنت ضابطا في الجيش أهل القرآن عندما يرونك معهم يشعرون بال بالقوة بالسعادة بالطمأنينة لا تحرم نفسك هذه المجالس المباركه دعم الحلقات بالمال وغير ذلك ثم نعيشه بوقف الاوقاف لصالحه اوقف عماره، اوقف بيتا، اوقف ارضا، اوقف محلا تجاريا هذا للقران الكريم ثم نعيشه بالتوسع في انشاء مراكزه ومعاهده لتكون جامعات قرانيه جامعات قرانيه في كل مكان <applause> اذن احبابنا الكرام نختم كلامنا حول هذا الموضوع بان الحياه مع القران الكريم هي حياه سعيده حياه مطمئنه لا يشعر بها الا من عاش مع القران الكريم اخيرا أقول نعيش مع القرآن الكريم بالسعي لاحياء احكامه ومعانيه في نفوس الناس من خلال سلوكنا معهم نريد ان نكون قرآنا يمشي على الارض كما قال سيد قطب رحمه الله قال لقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في جعل الصحابة نسخا مكررة من القرآن تمشي على الارض يا الله ما احلى هذا الجيل رضي الله عنه وارضاه القرآن الكريم يحتاج ان نعمل معه كما قال تعالى خذوا ما اتيناكم بقوه الله سبحانه وتعالى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوه لانه كان كتاب الله نزل من السماء في زمانه تشريعات تتناسب معهم ونحن معنا كتاب القرآن الكريم بهذه الصور وغيرها يمكن ان نعيش مع القرآن. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القرآن الكريم الذين هم اهله وخاصته وان يشرفنا ويكرمنا بخدمه القرآن الكريم كما اكرم الصحابه والتابعين وغيرهم وان يجعلنا من احب العباد الدعاة اليه ومن اخلصهم وانشطهم واحكمهم للعمل لهذا الدين القويم. انها اندونيسيا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت اندونيسيا رجالها لكي يقوموا بخدمه الاسلام لعل الله تعالى يهيئ اندونيسيا لامر عظيم فستذكرون ما اقول لكم والله سبحانه وتعالى عليم حكيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الى يوم Masya Allah Hadirin sekalian Poin ketiga bagaimana kita hidup bersama Al-Quran pada saat ini Yang pertama adalah dengan duduk dan belajar dari para ahli Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya beliau menegur, beliau mengingatkan, mengapa Para ahli Al-Quran, orang yang paham Al-Quran, tidak berusaha memahamkan tetangga mereka tentang Al-Quran. Kenapa tidak berusaha mengajari tetangga-tetangga mereka, tidak memerintahkan tetangga untuk melakukan kebaikan, dan tidak melarang mereka, tidak mencegah mereka dari keburukan? Kemudian, mengapa orang-orang yang tidak tahu tidak mau belajar dari tetangga mereka yang tahu? Jadi kedua-duanya diperintahkan oleh Rasulullah orang yang tahu hendaklah dia mengajari tetangganya supaya tetangga pun ikut tahu sementara orang yang belum tahu hendaklah dia belajar kepada tetangganya yang paham tentang tentang Al-Qur'an itu. Kalau ini tidak dilakukan maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka. Artinya sebuah masyarakat yang tidak ada ahli Al-Quran, yang tidak ada halak Al-Quran, yang tidak ada pelajaran majelis taklim tentang Al-Quran, maka masyarakat itu akan kemungkinan mudah untuk mendapatkan hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, dengan terus membacanya secara rutin, minimal satu juz setiap hari. Kalau tidak bisa satu juz, bacalah ayat-ayat pilihan atau bacalah ayat-ayat yang sudah kita hafal walaupun ayat-ayat pendek seperti tadi. Jangan sampai ada satu hari lewat tanpa membaca Al-Qur'an. Berikutnya kita berusaha untuk menghafalnya. Kalau kita terlambat ya karena faktor usia atau yang lainnya, jangan sampai anak-anak kita pun akhirnya terlambat karena kita tidak membiasakan mereka menghafal Al-Qur'an sejak kecilnya. Kita tidak sempat, anak-anak kita harus sempat, cucu-cucu kita, murid-murid kita harus sempat untuk menghafal Al-Qur'an. Berikutnya dengan mengulang-ulangi murojaah Al-Qur'an ayat-ayat yang sudah pernah kita hafal. Berikutnya menunaikan hak-hak tilawah. Apa hak-hak tilawah? Yaitu ketika kita mendapati ayat atau membaca ayat-ayat tentang surga, kita minta kepada Allah. Membaca ayat tentang neraka, kita berlindung dari neraka dan berusaha mengamalkan ayat-ayat yang kita baca serta beriman kepada ayat-ayat mutasyabih yang kita belum paham maknanya tetapi kita berusaha untuk mengimaninya. Berikutnya adalah berusaha untuk selalu mendengarkan Al-Qur'an. Saat di meja makan, saat kita menunggu makanan datang, dengarkanlah Al-Qur'an. Saat kita berkendaraan, dengarkanlah Al-Qur'an dalam keadaan apapun usahakan kita selalu mendengarkan Al-Quran. Berikutnya yang ketujuh adalah khusyuk. Berusaha menghadirkan hati ketika ada yang tilawah Al-Quran. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca nggak usah ngobrol. Dengarkan dengan khusyuk ayat-ayat tersebut. Kemudian kita berusaha menghadirkan hakikat makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Ketika kita membaca atau kita mendengarkan ada yang membaca tentang surga dan neraka hadirkanlah surga dan neraka itu seakan-akan di hadapan kita. Berikutnya yang kesembilan adalah kita merespon dengan cepat. Istijabah dengan cepat tentang ayat yang kita baca. Misalnya ketika kita baca kulil mukminin ya min abu'sarihim. katakan kepada orang-orang beriman hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka kita bertanya kepada diri kita sendiri apakah kita sudah termasuk orang yang menundukkan pandangan ketika dalam ayat dikatakan yaitu orang-orang yang berpaling dari kelalaian apakah aku termasuk orang yang berpaling dari kelalaian dan tidak melakukan kesia-siaan itu. Ketika kita membaca, beruntunglah orang-orang beriman. Apakah saya sudah termasuk orang beriman? Kita baca Al-Qur'an lalu kita bercermin bagaimana diri kita kalau kita lihat kita bandingkan dengan ayat-ayat itu. Berikutnya kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Contohnya dalam ayat wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna. surah al-furqan bahwa hamba-hamba Allah yang ketika berjalan mereka berjalan dengan penuh kelembutan dengan ketawaduan ketika mereka dicaci oleh orang-orang bodoh mereka berkata kata-kata yang baik ada rangkaian akhlak-akhlak hamba Allah Subhanahu wa taala di situ apakah kita sudah bisa berakhlak dengan akhlak seperti itu kalau belum kita paksakan diri kita kita usahakan agar bisa memiliki akhlak-akhlak seperti itu berikutnya kita berusaha untuk membantu ya mengajarkan Al-Qur'an di sekolah-sekolah Al-Qur'an. Berikutnya kita berusaha untuk membuka halaqah-halaqah Al-Qur'an di kampung kita, di masjid kita, di lingkungan kita, di desa kita, di tempat kita berada. Dan di Indonesia saya mendapatkan kata Syekh bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat Al-Qur'an. Mereka mencintai Al-Quran, mereka hidup bersama Al-Quran dan banyak ayat-ayat seperti contohnya Baldaun toyi batun warabun Ghafur ini diturunkan untuk penduduk Yaman, tetapi saya mendapatkan perwujudannya di Indonesia. Berikutnya kita berusaha untuk memahami tafsir Al-Qur'an. Ya, baca, dengarkan, ikuti kajian tentang makna-makna dan kandungan ayat Al-Qur'an. Berikutnya kita berusaha untuk mengadakan majelis ilmu, majelis iman, majelis Al-Qur'an bersama keluarga kita di rumah. Jangan cuma berkumpul untuk makan, jangan hanya adakan kumpul untuk makan-makan, makan. tetapi adakanlah majelis Al-Qur'an di mana pada saat itu kita belajar Al-Quran bersama-sama. Kemudian kita berusaha untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengikat manusia dengan Al-Quran. Kita adakan muhadarat, kita adakan pameran, kita adakan kajian, kita adakan seminar, kita adakan simposium atau apapun yang mendekatkan orang-orang kepada Al-Quran. Berikutnya kita berusaha untuk memuliakan para ahli Al-Quran, para guru-guru Al-Quran, para masyarakat Al-Quran, pondok-pondok Al-Quran. Mendekatlah kepada mereka, muliakanlah mereka. Berikutnya yang kita bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah dengan mendukung halakoh halakoh Al-Quran secara finansial. Kita punya materi, punya uang. Bantu halal Al-Quran, rumah-rumah Al-Quran, pondok-pondok Al-Quran, markas-markas Al-Quran, atau kalau tidak, kita memiliki pengaruh di masyarakat sebagai aparat, sebagai pejabat, sebagai tokoh masyarakat. Duduklah bersama para ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran, maka mereka akan merasakan secara psikologis rasa kekuatan, mereka akan merasakan kebahagiaan mereka akan merasakan ketenangan, kenyamanan kenapa? karena duduk bersama orang-orang yang memiliki pengaruh itu di tengah masyarakat artinya kita bisa mendukung halakal Quran dengan pengaruh yang kita miliki kemudian berikutnya adalah kita bisa mewakafkan bangunan bisa mewakafkan bisnis ya tertentu bisa mewakafkan uh, yang mungkin kita wakafkan untuk pondok-pondok Al Qur'an dan membantu dakwah Al Qur'an ini. Berikutnya yang bisa kita lakukan adalah memperluas jaringan atau memperluas uh, Ma'ahat-ma'ahat -ma Al Qur'an itu sehingga menjadi lebih besar lagi daripada sebelumnya. Dari sebelumnya ma'ahat menjadi universitas, dari sebelumnya halakoh menjadi rumah Qur'an dan seterusnya. Berikutnya kita berusaha untuk menghadirkan Al-Quran dalam semua kehidupan kita, menghadirkan makna-maknanya dengan hati kita, pikiran kita, dan juga akhlak kita, sehingga kita menjadi Quranan yang syi'al al-ard, seperti Al-Quran yang hadir di muka bumi, yang seperti Al-Quran yang berjalan hadir di tengah masyarakat. Dan itulah kemenangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mampu mencetak Al-Quran Al-Quran yang hadir secara langsung dalam kehidupan yaitu para sahabat radiyallahu anhum ajma'in seperti kata Said Kutub maka mengamalkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala Hudhu ma atainakum biquwah khudul kitab biquwah berikan apa ambillah kitab ini dengan penuh kekuatan maka kita berusaha untuk memegang ayat Al-Qur'an ini dengan penuh kekuatan, dengan segenap jiwa kita, segenap pikiran kita, segenap harta yang kita miliki, pengaruh kita untuk agar Al-Qur'an ini bisa tumbuh besar, bisa tumbuh di tengah masyarakat. Kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita sebagai ahli Al-Qur'an, memberikan kita kemuliaan untuk melayani Al-Qur'an dan menjadikan kita sebagai orang yang paling ikhlas beramal untuk Al-Quran, ikhlas beramal dan mencintai Al-Quran sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai wasilah melahirkan para rijal, para ahli Al-Quran yang akan memakmurkan bumi ini dengan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khitam. Nahmadullah Taala. ان جمعنا على كلامه وعلى سنه نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ونحمده عز وجل ان اختص هذا البلد المبارك اندونيسيا بحمل القران الكريم وتخريج اهل القران الكريم في الوقت الذي يضيق على القران في كثير من الدول العربيه والاسلاميه ويهجر اهله وانعم الله عز وجل على هذه البلده باولياء الامور الذين يبذلون الاموال الكثيره في سبيل تعليم اولادهم القران الكريم وتربيتهم على مائده القران نبشر هؤلاء الاباء والامهات لعل الله تعالى سيحققوا في اولادهم ما جاء في قوله عز وجل ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين لا تستثقلوا الانفاق انفاق الاموال في سبيل تعليم اولادكم ابدا ولا تندموا على شيء بذل في سبيل الله فان الله سبحانه وتعالى سيعطيكم خيرا في الدنيا والاخره لو لم يكن الا شفاعه حافظ القران الكريم لوالديه يوم القيامه وهو سيشفع لعشره من اهله كما جاء في الروايات كلهم قد وجبت له النار لو لم يكن الا هذه لكفى لكي نبذل اموالنا في سبيل تعليم اولادنا وتحفيظهم القران الكريم بل نتمنى من اولياء الامور الميسورين الذين عندهم قدره ماليه أن يهيئوا لأولادهم افتتاح مراكز القرآن بعد تخرجهم من المعاهد الشرعية وأن يجعلوا أولادهم من الأئمة الأعلام وكبار المشايخ والعلماء والدعاه لعل الله تعالى ينشر على يديهم الخير في أنحاء العالم الإسلامي ونذكركم بنعمة الله عليكم في إندونيسيا نعمة الأمن والأمان والاخوه والتراحم التي وجدناها بين جميع ابناء الشعب الاندونيسي وطوائفه. انتم في خير عظيم. احمدوا الله تعالى على هذه النعمه واشكروه عليها. واسالوه ان يديمها عليكم وان يحفظها من الزوال. واجتهدوا في تاليف القلوب وتحقيق التقارب والتالف بينكم وبين غيركم. فان الله سبحانه وتعالى يحب ان نجتمع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكلمه شكر لكل المسؤولين في هذا البلد في السلك المدني او العسكري لكل القائمين على اداره اندونيسيا كلمه شكر لهؤلاء الذين هيئوا الاجواء لتعلم القران وتعليمه والذين حققوا رغبه الشعب الاندونيسي في الاقبال على القران الكريم ونشر مراكزه ومعاهده كلمه شكر لاولياء الامور في هذا البلد الذين دعموا القران بجهودهم واموالهم وامكانياتهم الماديه والمعنويه والذين ذللوا العقبات التي تقف امام القائمين على خدمه القران الكريم. لعل الله عز وجل يكرمكم ايها الاولياء اولياء الامور وولاة امر هذا البلد. لعل الله تعالى يكرمكم بشفاعه اهل القران يوم القيامه. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ستجدون وقوفكم مع القران ان شاء الله في ميزان حسناتكم وحينها ستعلمون أن الله اختصكم من بين غيركم من ولاة الأمور لتكونوا من أهل الله أو ممن يحب أهل الله أهل القرآن ويقف معهم وإنما يحشر المرء مع من أحب فإن أحببتم أهل القرآن لعل الله يكرمكم بالخير في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين Sebagai penutup, para pemirsa sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dengan kalamnya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keistimewaan kepada bangsa ini kepada negara Indonesia dengan keamanan, dengan kenyamanan di mana pada saat ini negara Arab dalam keadaan sulit ya, dalam keadaan susah dengan berbagai macam peperangan yang terjadi di antara mereka. Kemudian kita memberikan gembira ya bahwa insya Allah dari negara ini akan lahir para penghafal Al-Quran, para ahli Al-Quran, dan kita berharap ya dari negara ini akan lahir sebuah masyarakat Qurani Kemudian kita mengucapkan kalimat syukur, "Ya, kita berterima kasih kepada para pejabat, ya, para aparat keamanan TNI, dan para bapak-bapak Polri, serta segenap para pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi, serta aparat dan pejabat lainnya, yang telah ikut membantu menghadirkan suasana, memberikan kemudahan." kepada para masyarakat untuk menghafal Al-Qur'an, memberikan mereka kenyamanan, keamanan dalam menghafal Al-Qur'an, mendukung dakwah Al-Qur'an ini dan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang akan uh, meng, apa namanya yang akan menghalangi mereka untuk menja untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian dengan semua juhud ini, dengan semua usaha ini maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keamanan ya, kenyamanan pada hari kiamat di mana pada saat itu tidak ada lagi manfaat, tidak ada lagi sesuatu yang berharga kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang baik. Kemudian kepada para orang tua, para wali santri ya, jangan merasa berat ya. Jangan merasa berat dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendidik anak agar menjadi penghafal Al-Quran, dan jangan menyesal sedikit pun dengan biaya yang sudah kita keluarkan, karena sesungguhnya ketika kita mencetak anak penghafal Al-Quran, maka anak tersebut akan memberikan banyak kemanfaatan kepada kita sebagai orang tua dan kalau saja kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa kecuali kita mendapatkan syafaat dari anak-anak kita yang mereka hafal Al-Qur'an, sungguh itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan kepada para ayah ya yang memberikan yang memiliki kemudahan, yang memiliki kecukupan, hendaklah mereka memberikan pendidikan yang benar-benar fokus kepada anak-anaknya untuk menjadikan mereka sebagai ahli Al-Qur'an dan kemudian memberikan mereka kesempatan, bukalah untuk mereka markas-markas Al-Quran, rumah-rumah Al-Quran. Di situ mereka bisa mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar mereka. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat keamanan, nikmat persaudaraan, nikmat kasih sayang yang kita dapati di lingkungan masyarakat Indonesia, dan kita berharap keamanan kenyamanan ini akan terus ada dan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para ahli Al-Qur'an pada hari kiamat nanti. Demikian, terima kasih atas perhatiannya jazakumullah khairan dan kami juga menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan ala syaikhina Al Ustadz Dr. Rashid Mansur Muhammad Al-Sabahi ala nasihatihil ghali al ghaliyah fi hadhihi as-sabah wa khairan dan terima kasih kepada pemirsa sekalian sampai jumpa kembali dalam podcast berikutnya. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.